ما حدش يقدر ينكر ان السوشيال ميديا لعبت دور مهم وقوي في كشف حقيقه اللي بيحصل في فلسطين للعالم كله، وشفنا قد ايه صناع المحتوى في فلسطين ومصر واغلب دول العالم العربي قدروا ان هم يعملوا محتوى بكل لغات العالم عشان طبعا يفهموا الدنيا كلها ايه اللي بيحصل في قطاع غزه. يعني باختصار كده السوشيال ميديا كانت وما زالت من الاسلحه القويه في دعم القضيه، طبعا القضيه الفلسطينيه، في الوقت اللي بنشوف فيه الاعلام الغربي بيمارس الكذب والتضليل طول الوقت. النهارده معانا ضيفه مخصصه صفحتها لدعم غزه ولنقل حقيقه اللي بيحصل هناك بمختلف لغات العالم. منورنا النهارده صانعه المحتوى مريم الحراقي. ازيك يا مريم؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله. مريم، اول سؤال عايز اساله لك، طبعا انت الصفحه بتاعتك على السوشيال ميديا ما كانتش ليها علاقه خالص طبعا بالحرب او اي حاجه سياسيه، وبعدين قررت انت تحولي الصفحه لمحتوى بتتكلمي فيه عن اللي بيحصل في فلسطين والغزه والتضليل الموجود في الصحافه والاعلام الغربي. ايه اللي حصل؟ ايه انت ايه اللي خلاكي تحسي الاحاسيس دي، او ايه اللي خلاكي تاخدي الخطوه الاولانيه ان انت تعملي ده؟ حسيت انه لا، انا من واجب بتاعي انه انا اوريدي عندي، لا عندي ناس كتير قوي على السوشيال ميديا، فلا انا عندي سلاح مهم جدا، لا ممكن اقدر ان انا استعمله، ان انا مش بس الناس اللي في مصر، انا ممكن اعرفها بالاحداث اللي بتحصل في غزه وفلسطين، لا الناس برضو اللي بره مصر. فابتديت ان انا اغير الكونتنت بتاعي انه لا انا ممكن استعمله في حاجه تفيد ناس تانية بره مصر، فلا قلت خلاص ممكن انقل الاحداث دي بلغات مختلفه واقدر اقدمها بطريقه سهله وسلسه وتوصل لناس كتير قوي. طيب دلوقتي بعد الانقطاع بتاع الانترنت في غزه طبعا زي ما كلنا عارفين، ازاي بتجيبي المحتوى بتاعك؟ من على السوشيال ميديا، يعني بشوف ايه الاحداث اللي موجوده وبشوف ايه النهارده حصل في غزه، ايه يعني كان الصهيوني عمل ايه، طيب هم اتصرفوا ازاي، اعداد الناس اللي ماتت يعني طبعا ربنا يرحمهم. بحاول ان انا اجمع معلومات عن كل اللي كان بيحصل وببتدي ان انا احطه في فيديو سهل بسيط يوضح النقط المهمه، وبحاول اوصل الفكره بطريقه سهله يعني. طيب وبتعملي الفيديوهات بتاعتك بكام لغه؟ يعني 4. طب قوليهم لي كده اللي هم ايه؟ يعني عربي وانجلش والماني واسباني. ودي كلها حاجات انت درستيها طبعا؟ على مدار السنين. اكيد. Israelische Luftangriffe auf Gaza dauern an. Mehr als 300.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren. Die Zahl der Toten in der Verwundeten steigt. Bewohner sind verzweifelt. Was ist die Schuld von Kindern, die ihre Kindheit nicht gelebt haben? Wir können Palästina unterstützen, indem wir Geld spenden oder die ganze Welt über die Wahrheit über das hässliche zionistische Gebilde informieren. Lassen Sie sich nicht von Prominenten mit falschen Informationen in einer Gehirnwäsche unterziehen. Es gibt viele, viele Informationen in Google. Wir sind zahlreicher als Sie. Und wir können die Nachricht von Palästina mehr und mehr verbreiten. Mit vielen Menschen im Rest der Welt die Wahrheit über sie erfahren, aber sie wollen nicht bloßgestellt werden. Also löschen Sie die Nachrichten auf Social Media Seite. Das Team ist frei und wird unabhängig geleitet. طيب هل انت جالك اي ردود افعال من عرب او من اجانب غريبه بالنسبه لك عن المحتوى اللي انت بتقدميه؟ لقيت فيه هيت كومنتس طبعا، يعني كومنتات كانت سلبيه جدا بالنسبه لي. طبعا دول مش عرب، مش عرب خالص، واخدين الصف الثاني خالص، فبيهاجموني في الكومنتس، مسجز تهديدات، الاقي علم بتاع الكيان الصهيوني عندي في الكومنتس، ناس بتشجع الناحيه الثانيه، فطبعا الحاجات دي بمسحها على طول، يعني ما بحبش ان هي تكون متدخله في حاجه اوريدي انا بعملها عشان ادافع عن الجزء الثاني. ف لكن ما بتحاوليش ان انت مثلا تردي عليهم؟ بحس انه مش هيجيب فايده. يعني حتى لو رديت عليهم يعني مش هيقتنعوا بيا، مش هيقتنعوا بكلامي، خلاص فاهمه، اللي في دماغهم في دماغهم، فخلاص فاهمه. طيب مريم، انت امتى حسيتي ان الفيديوهات بتاعتك عامله حاله ايجابيه للناس؟ لما لقيت الناس مبسوطه بتديني ردود فعل ايجابيه، بتشير الفيديوز اللي انا فعلا بنزلها، قالوا لي ان قد ايه طريقتي سهله سلسه، لقيت في ناس بتبعت لي اخبار من فلسطين، اللي هو شكرا ان انت واقفه معانا، شكرا ان انت بتوضحي للعالم وبتوضحي للناس وبتعرفيهم ايه اللي بيحصل معانا، فابتديت احس لا انا مؤثره فعلا، انا كلامي بيوصل فعلا لناس كتير. ايه الرسائل اللي انت بتوجهيها من خلال الفيديوهات بتاعتك؟ بحاول اوجه انه لا، غزه محتاجه مساعدات، فلسطين كلها محتاجه مساعدات، سواء اكل، شرب، ادويه، محتاجه دعم، محتاجه ان الشعب العربي كله يكون واقف اوريدي في صف فلسطين. بحاول إن من الناحيه الثانيه بقى ان انا اوجه رساله اللي هو لا، لازم الحرب دي، ومش حرب اصلا، هي اباده جماعيه. بحاول اقول لا، الاباده الجماعيه دي المفروض ان هي تقف، لانه
مش من حاجات تندرج تحت القانون الدولي اساسا، فهي حاجه ضد كل حاجه، ضد الدين، ضد القانون الدولي، ضد كل حاجه في الدنيا، ضد الانسانيه. ف بس ما اعرفش هل كلامي فعلا بيوصل للناحيه الثانيه وفي ناس بتقتنع ولا لا يعني، بس انا بعمل اللي عليا، فاهمه؟ طبعا. Esto no es guerra, esto es genocidio. Las fuerzas de ocupación siguen atacando brutalmente a civiles en la franja de Gaza y les advierten que evacúen sus hogares sin regresar. El Ministerio de Salud palestino anunció que el número de mártires había aumentado a 1.900, incluidos 614 niños y 370 mujeres, y que el número de heridos había aumentado a 7.696. No hay lugar seguro en la franja de Gaza. Debemos escribir, compartir y apoyar contenido que habla sobre Gaza y Palestina. Cualquier persona debería aprovechar su lengua extranjera y intentar escribir y publicar en ella, porque cada palabra marca la diferencia. No tienes que ser musulmán para apoyar a Palestina, solo tienes que ser un ser humano. بس احنا بنشوف ان في كونتنت كتير قوي على السوشيال ميديا بيتمسح من شركه ميتا طبعا المالكه للفيسبوك. ما خفتيش على الصفحه بتاعتك او اتمسح لك حاجه قبل كده او حصل لك اي موقف معاهم؟ حاولت انزل فيديو امبارح وكنت محضراه، كان بالالماني، فانستغرام كله اتمسح. طب انت ممكن من خلالنا تقول لنا كان ايه الفيديو؟ الفيديو كان ان انا بشرح ان الجزء الثاني الكيان الصهيوني قطع الاتصالات، قطع ميه، قطع غاز، قطع كهرباء. فبحاول اوصل الاحداث اللي اوريدي بتحصل في فلسطين، وكنت ساعتها لابسه برضو الشال بتاع في فلسطين، يعني فلسطين، فطبعا حاجه زي كده انستغرام اكيد اخذ باله منها، فمعرفتش ادخل على الانستغرام بتاعي. وفين وفين بقى لما عرفت ان انا ارجع الاكونت بتاعي. بتحاولي ازاي ترجعي الاكونت؟ يعني عايزين برضو نساعد الناس اللي هم بيتمسح الاكونت بتاعتهم او الحاجات اللي هم بيحطوها البوستات بتاعتهم، بتعملي ايه عشان ترجعي؟ هو بصراحه امبارح انا مسحت الابلكيشن كله وحاولت ان انا انزله تاني، وعملت لينك فيسبوك وعملت شويه حوارات كده، حاولت ادخل من اللابتوب وبتاع، وفي الاخر رجع، فاهمه؟ بس ده بعد ما كان الفيديو اللي انا اوريدي كان بيتحمل دوت اتمسح، فما نزلش، فما عرفتش حتى انزله امبارح. ولكن مثلا بينفع تنزليه بعد ما تعملي كده تاني يوم مثلا ولا لا برضه؟ عايزه اجرب تاني بس خايفه يحصل نفس المشكله، وساعتها اكونتي كله هيتمسح، بس عادي مش فارق معايا لو الاكونت كله اتمسح، عادي ان شاء الله مش هيتمسح. طيب احنا عارفين ان انت ليكي تجربه مع الهلال الاحمر، ممكن تحكي لنا عليها شويه؟ كانت تجربه لذيذه قوي بصراحه، يعني يعني تجربه كانت حسيت بيها بان انا فعلا فعلا بساعد. انا اللي بعبي الاكل بايديا، بحطه جوه الصناديق اللي هتتحط في عربيات القافلات المفروض هتروح على غزة. المعبر المفروض تدخل غزه، فكنا بنجمع اكل وكنا بنجمع ادويه برضو، الادويه كانت لوحدها في صناديق والاكل كان لوحده في صناديق، وكنت انا وباقي اصحابي يعني كنا بنساعد. والهلال الاحمر قعدوا يحكوا لنا ان هم مش بس اسعافات اوليه، عشان احنا دايما في دماغنا ان الهلال الاحمر اسعافات اوليه بس، لا، هم حكوا لنا ان هم برضو ليهم عيون في كل حته، وان هم ليهم مراكز كتيره، وشرحوا لنا خريطه كده، وحسينا ان احنا لا، الموضوع فعلا كبير، مش زي ما احنا كنا متخيلين ان هو مجرد اسعافات اوليه وبس. فكانت تجربة حلوة قوي بصراحة، والروح هناك حلوة قوي، كل واحد عايز يساعد بس، فاهمة قصدي؟ بس فكانت انبسطت يعني بصراحة. ما فكرتيش يا مريم ان انت تعملي محتوى للاطفال يكون تعليمي، يكون غير الحاجات اللي هم بيشوفوها اللي هو الحاجات المرعبه بزياده، او الحاجات اللي هم ما بيستحملوش ان هم يشوفوها بزياده، عن موضوع طبعا غزه او فلسطين؟ الفيديوز اللي انا بحطها بحاول بقدر الامكان ان انا ما احطش فيها صور او بحط فيها فيديوز ممكن تضايقهم، ممكن تجيب لهم كوابيس وهم نايمين، فاهمه قصدي؟ فمجرد ان انا بوجه رساله، فما رضيتش بصراحه. انا برضو فكرت في الاطفال، لان برضو ثلاث ارباع برضو الفانز عندي ممكن يكون صغيرين، فاخاف حاجه زي كده، بس هم محتاجين يعرفوا طبعا. بس انا بضطر ان انا اوصل رسالتي بطريقه ما تضايقهمش، بس بحيث ان انا اكون عرفتهم ايه هي فلسطين، ايه هي غزه، ايه هو الكيان الصهيوني، بيحصل ايه هناك، بطريقه سهله ولذيذه، فاهمه قصدي؟ ايوه صح. بس طيب انت عارفه ان الاطفال وهم بيعملوا سكرول كده على اي ابلكيشن، مثلا على الانستغرام او على التيك توك مثلا او اي حاجه، بيظهر لهم طبعا حاجات بتكون مؤلمه جدا للي بيحصل دلوقتي. فدايما بنبقى عايزين نعلمهم من غير ما نحس انه بيأثر عليهم نفسيا بطريقه صعبه يعني. فاكيد ده ممكن يكون بيفيد قوي ان انت تقدري تعملي حاجه زي كده. بالظبط. بس يعني انا لو عندي اخوات صغيرين هبتدي ان انا تعالى نرسم علم فلسطين، تعالى نعمل اغنيه بتتكلم عن فلسطين، اي حاجه تانية، بحيث ان هو يكون فهم ايه اللي بيحصل هناك، بس بطريقه انا ما اذيهوش بيها طبعا. نفسيا، بس طريقه برضو توصل لتفكير الاطفال يعني. طب الاعمار اللي معاكي على السوشيال ميديا تقريبا قد ايه سنهم؟
من 18 ل 24، ده اعلى حاجه. واللي تحتيهم بالظبط من 12 ل 18 سنه. يعني انت عندك من 12 ل 24. ده اعلى نسبه يعني. اوكي. طيب تفتكري بعد ما الحرب باذن الله يا رب تخلص، يا رب باذن الله، يا رب، المحتوى بتاع صفحتك هيبقى عامل ازاي؟ ممكن ارجع بقى المحتوى القديم بتاعي، يعني كان محتوى ترفيهي جميل. انا بشوف ايه الحاجه اللي الناس مش عارفاها، بحاول ان انا اقدمها بطريقتي ايا كانت هي ايه. فانت لو جيتي سالتيني انت ايه المحتوى بتاعك، هقول لك بجد ما اعرفش، هو في كل المجالات. فانا اللي بلاقي الحاجه اللي انا اقدر ان انا اعملها بعملها من غير ما افكر. انا لو حد سالني المحتوى بتاعي هجاوب اقول ايه، مش مهم. فاهمه قصدي؟ انا يعني جوايا رساله عايزه اعملها فبعملها، مش لازم اكون محطوطه تحت مسمى انت ايه المحتوى بتاعك. فاهمه قصدي؟ مظبوط. بس فبعمل حاجه اللي انا بحبها يعني. طيب في شباب كتير جدا بيبقوا حابين ان هم يتطوعوا ويقدموا دعم، لكن ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه ويروحوا فين ويتكلموا عن ايه. تفتكري ايه النصيحه اللي ممكن تديها لهم، او ايه الخطوه الاولى اللي هم المفروض يبداوا بيها علشان يقدروا يقدموا الدعم ده؟ اسهل وابسط خطوه في الدنيا ان انت تشير الاحداث وتشير الستوريز اللي انت بتشوفها قدامك. حتى لو كان الاكونت بتاعك برايفت وعندك يا سيدي 50 فولوور بس، تقول اصلا انا مش مؤثر، اصلا انا مش هعمل حاجه. بالعكس، ده بيأثر جدا. مش بيأثر على نسب المشاهده اللي عندك، هو بيأثر على حسب البوست دوت اتعدى عليه ان هو اتعمل له شير تاني، فبالتالي دوت بيزيد ان الفيديو دوت يتشاف اكتر. أوكي. فانت كده ساعدت ان الفيديو اللي في فلسطين دوت اتشاف تاني بسببك، بسبب الشير البسيط اللي انت عملته دوت. فما تقولش اصلا انا ما عنديش فولورز كتير فانا كده مش هيفرق معايا وان انا كده مش هساعد. لا، ودي ابسط انواع الدعم. لو عايز بقى تتطوع، الخطوه الثانيه بقى انت ممكن تروح تساعد فعلا بايديك عمليا في الهلال الاحمر. دي من تجربتي انا، بس طبعا في مؤسسات تانية كتير قوي، بس انا من تجربتي الهلال الاحمر مكانهم كان في مدينه نصر في مكرم عبيد. ليهم برضو بيج على انستغرام، ممكن تدخل تكلمهم او ممكن تزور الفرع عادي جدا. يا جماعه انا جاي اتطوع اساعدكم في البوكسز اللي احنا بنعملها عشان القافلات اللي بتروح على المعبر. موضوع سهل جدا. الخطوه الثالثه بقى انا بحاول اعمل اللي بايديا. فاهمه قصدي؟ في تبرعات دلوقتي اونلاين كمان، ممكن نتبرع اونلاين على حسب البنك، ممكن نحول فلوس في اماكن موثوق فيها جدا، بنك الطعام المصري برضو، الهلال الاحمر، لا في اماكن كتير قوي. بس طيب مريم، انا بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، وبشكر جدا كل الناس اللي بتيجي هنا وبيحاولوا ان هم يقدموا اي نوع من اي دعم للقضيه الفلسطينيه والناس اللي بيحصل لهم حاجات يعني صعبه جدا الانسان يعيشها في غزه. وشكرا على المحتوى اللي انت بتقدميه، وشكرا ان انت بتحاولي تقدمي رساله يشوفها العالم كله، خصوصا ان هي بلغات مختلفه كتيره. ميرسي يا مريم. ميرسي ليكي. ميرسي ليكي جدا.